نعم مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى مدن الفرات الأوسط، حيث ينضم إلينا من كربلاء المقدسة مراسلنا معتز العبودي ليطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات في المحافظات. نعم معتز، لك الكلمة. نعم، أبتدأ مشهد محافظات الفرات الأوسط من حيث أتواجد الآن. نعم. بالتحديد في محافظة كربلاء المقدسة، حيث أصدر يوم أمس القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كتابا يوسع من صلاحيات الإشراف من قبل قيادة عمليات كربلاء لتشمل محافظة كربلاء، وكذلك إضافة محافظة النجف الأشرف بالكامل، بالإضافة إلى مناطق شمالي محافظة بابل، بالتحديد منطقة جرف الصخر والمسيب والإسكندرية والحصوة في هذه المناطق. أيضا اليوم شهدت محافظة كربلاء المقدسة وضع حجر أساس لمشروع استثماري يأتي هذا، وبحسب الحكومة المحلية هو من أجل التقليل من أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة، خصوصا بأن المحافظة تضم هناك أكثر من 40 حيا عشوائيا في عموم محافظة كربلاء. أيضا اليوم محافظ كربلاء صيف الخطابي حسم الجدل حول مشاركة الزوار العرب والأجانب في زيارة 20 من شهر صفر ذكرى 40 استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث بيّن أن محافظة كربلاء والحكومة المحلية هي ملتزمة بقرار الحكومة الاتحادية والتي أعلنت فيه عن منع دخول أي زائر من خارج العراق للمشاركة في زيارة 40. تأتي هذا بسبب ويأتي هذا القرار بسبب منع انتشار وباء كورونا، خصوصا من يعني الزوار الذين يأتون من خارج العراق. ننتقل إلى ثاني محافظات الفرات الأوسط، محافظة النجف الأشرف. كان هناك قرارات جديدة أصدرتها خلية الأزمة في هذه المدينة، أبرز هذه القرارات بعد أن كانت محافظة النجف مغلقة أمام دخول الزائرين من مختلف المحافظات العراقية، بات بالإمكان للزوار الدخول إلى المحافظة، وحيث حددت خلية الأزمة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء بإمكان زوار الدخول إلى المدينة، في حين تكون خلال ثلاثة أيام هي مغلقة والسيطرات الخارجية مغلقة أمام دخول الزائرين من خارج المحافظة. أيضا سمحت الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف بدخول جثامين ضحايا وباء كورونا من خارج المحافظة لدفنه في مقبرة وادي السلام، وكذلك السماح لذوي المتوفين بوباء كورونا الذين تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة نقل هذه الجثامين إلى مقبرة وادي السلام القديمة، وكما كانت من المعتاد في طريقة الدفن وفي الأماكن المخصصة لهذه العوائل أو أي شخص يريد أن يدفن جثمان الذي توفى بوباء كورونا في أي مكان يستطيع أو يريد أن يدفن فيه يعني أقاربه أو أي شخص من ذوي المتوفين بوباء كورونا. ننتقل إلى ثالث محافظات الفرات الأوسط، محافظة أبابل. أيضا أصدرت هذه المحافظة قرارات جديدة تخص التعامل مع أو التقليل من الإجراءات في التعامل مع وباء كورونا، حيث أعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل عن عودة الدوام وبشكل كامل وبنسبة 100% للكوادر الصحية، وكذلك لكافة صنوف القوات الأمنية، وكذلك عودة الدوام لكافة الدوائر الرسمية بنسبة 75% في كافة الدوائر. كذلك أعلنت عن فتح كافة المزارات الدينية وكذلك المساجد والحسينيات على شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك التزام بالتعقيم، وكذلك ارتداء الكمامات، وكذلك أيضا سمحت الحكومة المحلية بفتح كافة المطاعم والكافيهات في مركز مدينة الحلة وكذلك في أقضية ونواحي المحافظة بافتتاح هذه المطاعم على تشغل بنسبة 50% فقط من هذه المطاعم أو الكافيهات الموجودة في المحافظة. زملائي في استديو الأخبار، هذا هو مشهد محافظات الفرات الأوسط الثلاث، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ومحافظة بابل، وهذه عودة لكم زملائي إلى استوديو الأخبار. معتز العبودي مراسلنا في محافظات الفرات الأوسط، شكرا لهذه